بعد أن تعرفنا على مثلث الأفكار وعرفنا كيف تتأثر المعتقدات الراسخة لدى الأفراد من خلال الأزمات، فهنا نلاحظ دور التثبيت الإيماني في هذه المرحلة. التدين الدين هو يشكل قاعدة أساسية ببناء الفرد، يساعد كثيرا على الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية، ويكون عامل قوي بمواجهة المتاعب والتغلب على الضغوط الحياتية. طبعا يختلف الأمر بالنسبة لشخص عن آخر، وحسب مدى اعتقاده وإيمانياته يتأثر الأشخاص، لكن في النهاية الدين هو جزء من بناء الفرد النفسي. الحالة الإيمانية والتدين يؤثر بمظاهر كثيرة من المظاهر التي تكون من خلال أو التي تظهر من خلال الأزمات والكوارث والصدمات التي يمر بها الناس. فنلاحظ مثلا أن الأشخاص الذين يمرون بأزمة فهم يميلون إلى الانعزال والانسحاب الاجتماعي. ما تأثير الحالة الإيمانية على ذلك؟ لنفكر معا، ومثال على ذلك وضعنا الآن في رمضان. برمضان تكثر الموائد الجماعية، يصوم الناس معا ويفطرون معا، العبادة عبادة جماعية. أنا أصوم الآن وأنا على يقين أن المسلمين في كل مكان من العالم يصومون في نفس هذا الشهر، فهذا يخفف كثيرا من العزلة والانسحاب الاجتماعي. من مزايا العبادات في الإسلام، أنها تجمع بين الاستقلال وبنفس الوقت الاندماج الاجتماعي. فنلاحظ الصلاة مثلا كعبادة، هي عبادة فردية وجماعية في نفس الوقت. يقف الشخص يدعو أثناء سجوده دعاءه الخاص، حينما يقف يقرأ مع الإمام، ولكن في نفس الوقت كل شخص بصلاته هو مستقل بذاته ويقف صفا مع إخوته في المسجد. الآن نلاحظ أن ذلك يخفف كثيرا من الانسحاب الاجتماعي. حتى في بعض التقنيات التي تعالج بالمحتوى الديني، ينصحون الأشخاص الذين يعانون من رهاب اجتماعي مثلا بالصلاة في المسجد، لأن الصلاة هي في النهاية أمر اجتماعي، وفي نفس الوقت لا يضطر الشخص إلى أن يتواصل مع الآخرين بشكل يفوق قدرته. مع الصدمات أو الأزمات الشديدة التي تمر على الأشخاص، قد يشعر البعض أو يزداد لديه الشعور بالذنب أو العار. تحدثنا عن ذلك حينما تحدثنا في الفقرة السابقة عن المعتقدات الإيمانية الخاطئة التي تحتاج إلى تعديل. الحالة الإيمانية أو التدين الصحيح يعالج هذه المشاعر السلبية، ويطمئن الشخص إلى أن الله سبحانه وتعالى هو العدل، هو في النهاية الغفور الرحيم، ولن يعاقب الشخص بهذه الطريقة. لن يعاقب إيمان. من خلال تصحيح هذه المعتقدات أو المعتقدات الإيمانية، يطمئن الفرد ويخف لديه الشعور بالذنب على أمر لم يرتكبه. ولو فعلا كان الشخص يمر بأزمة نتيجة خطأ ارتكبه، فإنه يعلم يقينا من خلال الإيمانيات أن الله غفور رحيم ويغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. كل ذلك يخفف من آثار الشعور بالذنب والعار. الغضب وسرعة التهيج والانفعال أيضا من الأعراض التي تظهر مع الأزمات. كيف يكون للحالة الإيمانية أثر إيجابي عليها؟ تحدثنا عن ذلك حينما تحدثنا عن أثر الوضوء وأثر الاسترخاء، أثر الوضوء على الاسترخاء والخشوع في الصلاة، وكيف تخفف من الغضب ومن التهيج والانفعال. أيضا من مزايا الدين أو الإيمانيات أنها تهذب السلوك والأخلاقيات. فالشخص يفترض أن يكون قبل أن يلجأ إلى العبادات السلوكية من صلاة وصيام وقيام أن يحسن خلقه.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي دين يأتي ليحسن سلوك الفرد وأخلاقياته، وهذا من أساسياته أيضا. فلذلك نجد الأشخاص أو نجد أن الحالة الإيمانية يفترض أن تؤثر بشكل إيجابي لتخفيف الغضب وضبط العلاقات أثناء الانفعال. أيضا نحن في رمضان، ويجدر أن نذكر ذلك الآن، أن الصيام في رمضان ليس صيام عن طعام وشراب فقط، بل هو صيام عن قول الزور والعمل به، أي قول عن إنما هو صيام عن كل الأخلاقيات، ليس صيام عن طعام وشراب فقط، ولكنه صيام عن قول الزور والعمل به. ويقصد أن الشخص خلال صيامه يجب أن يكون حريصا على ضبط خلقه وضبط انفعالاته، وحريص على أن يكون حسن الخلق. كل ذلك يدل أو يزيد الحاجة إلى التثبيت الإيماني وقت الأزمات. لكن أيضا يجب أن ننتبه كثيرا أننا هنا يوجد فرق كبير بين الداعم النفسي الاجتماعي وبين الواعظ. لذلك يجب على الداعم أن يعرف تدين الفرد الذي يحدثه، يعرف إيمانياته، يعرف كيف تأثرت إيمانياته من خلال الصدمة، ما دور تدينه في عملية الشفاء بعد الصدمة. ضروري جدا أن نقوم برصد الاحتياجات قبل أن نتوجه للأشخاص بتثبيتهم إيمانيا، كي لا نقوم برد فعل عكسي، فعوضا عن تثبيتهم نقوم بلومهم أو نعطي أثر عكسي. أيضا من الضروري أن نعرف أن الروحانية والإيمانيات بشكل عام لها دور ليس فقط بعملية الشفاء بعد الصدمة، لكن أيضا الروحانيات والإيمانيات لها دور كبير في نمو ما بعد الصدمة، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله حينما نتحدث عن موضوع نمو ما بعد الصدمة. الإيمانيات تساعد الأشخاص على تلمس الأمل من خلف الآلام، يكون لها دور كبير، وقد لمسنا ذلك بوضوح من خلال الأنشطة التي كنا نقوم بها بالمخيمات، أن الأشخاص حينما يكون لديهم إيمانيات أقوى أو أكثر رسوخا كانوا أقدر على تلمس الحكمة وراء الابتلاء، أقدر على النظر إلى الأمور من زاوية مختلفة عن التي ينظر لها الشخص الذي تنقصه هذه الإيمانيات. لذلك هنا دور التثبيت الإيماني أيضا دور كبير. بنشاط من الأنشطة التي قمنا بها سواء مع الأطفال أو مع الكبار، قمنا بنشاط يوضح للمتضرر جوانب المنع وجوانب العطاء في نفس الوقت، وهو يدخل ضمن استيعاب الشخص للمنع والعطاء معا، أمر جدا ضروري. فنحن لا نريد أن نغمض أعيننا عن الألم الذي نمر به أو الذي يمر به الشخص وقت الصدمة، لذلك أو وقت الأزمات. لذلك لا يجب أن نساعد على التجنب، على العكس نحتاج إلى أن نتقبل الخسارة، وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل، وبنفس الوقت أن نرى معها جوانب العطاء. في هذا التمرين الصورة التي تشاهدونها أمامكم هي رسم أحد الأطفال، أحد التطبيقات التي قمنا بها بجلسات الدعم النفسي الإيماني بعنوان الله المانع المعطي. فخلال التطبيق طلبنا منهم أن يرسموا حدث آلمهم أو أصعب حدث مروا به، ويليه على نفس الصفحة أن يرسموا العطاء في نفس الوقت. في هذه الصورة نشاهد أن الطفل رسم قبر والده، قبر والده الشهيد. ولاحظوا الرسمة كيف رغم وجود القبر إلى أنه رسم الشمس واضحة ورسم النباتات حوله، وفي أسفل الصورة رسم والدته وهي مبتسمة ومعه حقيبة المدرسة وابتسامته. وهنا نركز على أو ركز الطفل استطاع أن يرى جوانب العطاء مع المنع. لاحظوا الابتسامة كيف بها اطمئنان، طريقة إمساكه ليد والدته
استطاع أن يرى النعم التي يعيشها ولم يركز فقط على المنع الذي مر به. من خلال هذا التطبيق نحاول أن نوصل لهم أن الله لم يمنع إلا وأعطى، ولم يعطي في الدنيا إلا ومنع، لأن العطاء المطلق لا يكون إلا في الجنة بإذن الله. هذا مثال عن بعض التطبيقات، وسنتحدث أكثر عن الأنشطة التي قمنا بها حينما نتحدث عن أنشطة الدعم النفسي. أريد منكم الآن أن تفكروا، لا شك أن كل شخص منا، سواء كنتم في مناطق حروب وأزمات أم كنتم في مناطق مستقرة، لا شك أنكم مررتم بلحظات عصيبة في حياتكم، أيا كانت لحظات الشدة هذه. لكن فكروا، هل تستطيعون أن تركزوا معا على جوانب المنع والعطاء؟ هل تستطيعون أن تتلمس النور في آخر النفق؟ هل تستطيعون تلمس الأمل من خلف الآلام؟ آمل أن تشاركونا بتجاربكم لو كان لديكم شيء عنها.